تذليل الصعوبات أمام المؤسسات الانتقالية الليبية لبلوغ محطة الانتخابات أواخر السنة، هدف تسعى دول الجوار الليبي لتوفير شروط نجاحه بمؤتمر ثان تستضيفه الجزائر. يؤكد وزير الخارجية الجزائري رمطال العمامرة أن أياد أجنبية امتدت لتعبث بأمن ليبيا وتوازنات المنطقة، وأن مآسي الشعب الليبي تمر حتما وفقط عبر توافقات داخلية. قناعتنا الراسخة أن حل الأزمة الليبية يكمن، أو بالأحرى لا يمكن أن يكون وأن يتحقق إلا عبر مسار ليبي بدعم وتأييد من قبل المجتمع الدولي. وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش استحضرت خطة سداسية تنطلق من استبعاد المرتزقة وتنتهي بتوحيد مؤسسة الجيش باعتبارها عمودا فقريا يضمن استقرار بلادها. فالمسار الأمني والعسكري يعد التحدي الأكبر الذي يواجه ليبيا اليوم، خاصة مع تقدمها نحو الانتخابات الوطنية العامة، وهو ما يتطلب دعم من شركاء ليبيا وحلفائها للعمل على توحيد الجيش الليبي تحت قيادة واحدة لإعلاء السيادة الليبية ودمج المجموعات المسلحة وتأهيلها أمنيا أو مدنيا، كذلك انسحاب المرتزقة والقوات الأجنبية الذي يشكل استمرار وجودهم تهديدا ليس فقط لليبيا بل للمنطقة بأسرها. موقف جامعة الدول العربية لم يبتعد عن آراء شركائه على طاولة دول الجوار الليبي، لا حلول دون استبعاد السلاح والمرتزقة، كذلك يقول المبعوث الأممي يان كوبيش والاتحاد الإفريقي. يتفق الجميع أن استقرار ليبيا منصة لاستقرار المنطقة، وأن التوافق بين مكونات المشهد هو الولادة الطبيعية للانتقال الديمقراطي والدستوري المنشود. تحجيم التدخلات الخارجية واستبعاد المرتزقة مرتكزان لمقاربة دول الجوار الليبي لإنهاء الأزمة في البلاد، وفيما تراهن الجزائر على الثقة للمؤسسات الأممية ودور دول الجوار في بلورة خطوات عملية، تعقد السلطات الانتقالية هناك الأمل لبناء مصالحة داخلية وتوحيد مؤسسة الجيش بما يطوي صفحة الاقتتال الداخلي. حمزة عقون، RT، الجزائر.